بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس الخامس. الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له، أنه لم يخلقهم ليتقوى بهم أو ليتعزز بهم، أو خلقهم لأنه محتاج إليهم، كلا، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن خلقه، ولكنه خلقهم ليعبدوه وحده لا شريك له، وهو ليس بحاجة إلى عبادتهم، وإنما هم محتاجون إلى أن يعبدوا الله عز وجل. فمنفعة العبادة راجعة إليهم، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى أنه شرع لهم عبادته لتكون صلة بينهم وبينه، يتقربون إليه بحوائجهم ودعواتهم وصلواتهم وعباداتهم، ليغفر لهم ذنوبهم ويكفر عنهم سيئاتهم، وليدخلهم جناته ويعيذهم من عذابه وناره. فمصلحة العبادة وفائدتها ومنفعتها ترجع إلى العباد. أما الله جل وعلا فإنه غني عنهم وعن عبادتهم، فلو كفر جميع الخلق لم ينقص ذلك من ملكه شيئا، ولا يضره كفر من كفر. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. قال سبحانه وتعالى: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وفي الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فتبين بهذا أن مصلحة العبادة ومنفعتها وفائدتها ترجع إلى العباد، وأما الله جل وعلا فإنه غني عنها، وإنما أمرهم بها وخلقهم من أجلها من أجل إيصال النفع إليهم ورحمة بهم ومحبة منه سبحانه وتعالى لأن يتكرم على عباده ويعفو عنهم إذا هم عبدوه واستغفروه وتابوا إليه ورجعوا إليه، لأنه رحيم بعباده سبحانه وتعالى، لا يرضى لهم الكفر ولا يحبه لهم، وإنما يرضى لهم التوحيد والعبادة والتوبة والاستغفار. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
في هذه الآية ينادي الله سبحانه وتعالى جميع الناس، جميع البشر، عربهم وعجمهم، أسودهم وأبيضهم، بجميع أجناسهم وجميع شعوبهم، يناديهم جميعا ويوجه إليهم أمرا واحدا: اعبدوا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فالعبادة لا تصلح إلا للرب سبحانه وتعالى الذي خلقكم والذين من قبلكم. العبادة لا تصلح إلا للخالق، لا تصلح للمخلوق. الخالق الذي سخر لكم هذه الكائنات لمصالحكم ومنافعكم بسمائها وأرضها وبحارها وأنهارها وبرها وبحرها، سخرها لمنافعكم، خلقكم أولا ثم سخر لكم هذه الأشياء، هذا هو الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى. أما العاجز المخلوق الفقير المحتاج هذا لا يصلح للعبادة ولا ينفعكم شيئا. من عبد غير الله فإن عبادته لا تنفعه شيئا، وإنما تضره وتبعده عن الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أمر سبحانه وتعالى. قضى معناه أمر ووصى، ألا تعبدوا أيها الناس إلا إياه، أي ولا تعبدوا غيره. قال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والآيات كثيرة في الأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك كثيرة، كلها تدل على مدلول واحد: أن العبادة لا تصلح إلا لله، وأن العبادة لا تكون عبادة صحيحة إلا إذا كانت سالمة من الشرك، بمعنى أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. ومعنى ذلك أن الإنسان لا يكفي منه أن يعبد الله حتى يخلص العبادة لله، بمعنى أن يتبرأ من عبادة غيره. فإن جمع الإنسان بين عبادة الله وعبادة غيره فإن عبادته لله تكون باطلة، لأنه لم يخلص العبادة لله عز وجل. فإذا عبد الله وعبد معه غيره، أو دعا الله ودعا معه غيره، أو استغاث بالله واستغاث بغيره من الموتى والأولياء والصالحين أو الجن والإنس، من تقرب إلى الله جل وعلا وتقرب مع ذلك إلى غيره، فإن عبادته تكون باطلة لا تنفعه شيئا، لأن الشرك إذا خالط العبادة أبطلها وأفسدها، كالحدث إذا خالط الطهارة فإنه يبطل الطهارة. التوحيد طهارة، والشرك مثل الحدث يبطل الطهارة. فلو أن إنسانا يدعو الله ويصلي ويصوم ويحج ويتصدق ويكثر من العبادات، لكنه يدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويتقرب إلى غير الله، فإن عبادته لله تكون باطلة لا تنفعه شيئا. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك لا يصح معه عمل مهما كان، لا تسمى العبادة عبادة لله إلا إذا سلمت من الشرك الأكبر والأصغر. كما سبق في أول الكلام على قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لحكمة وغاية واحدة، وهي عبادته وحده لا شريك له. وكان الناس من عهد آدم عليه السلام على التوحيد، كان الناس من عهد آدم على التوحيد يعبدون الله مخلصين له الدين، ولم يكن هناك شرك في عهد آدم عليه السلام ومن بعده إلى 10 قرون كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن الناس ما زالوا على التوحيد من عهد آدم إلى أن جاء عهد قوم نوح، وبين نوح عليه السلام وبين آدم 10 قرون كلهم على التوحيد. وأول ما حصل الشرك في بني آدم كان بسبب الغلو في الصالحين، كان بسبب الغلو في الصالحين، وذلك أن قوم نوح كان فيهم رجال صالحون كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه على قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، ماتوا في عام واحد، فحزن عليهم قومهم وفقدوهم، حزنوا عليهم حزنا شديدا، فجاءهم الشيطان واستغل عاطفتهم واستغل فرصة حزنهم على هؤلاء الصالحين الذين ماتوا، وقال لهم: صوروا صورهم وانصبوها على مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها، حتى إذا رأيتم صورهم تتذكرون أحوالهم وتنشطون على العبادة. هكذا جاءهم لعنه الله بطريق النصيحة والترغيب في الخير، وزين لهم تصوير صور هؤلاء الموتى وأن تنصب هذه الصور، بمعنى أنها تعلق أو تثبت على أشياء عالية، حتى إذا رأوا صورهم نشطوا، تذكروا أحوالهم فنشطوا على العبادة. هذا كان قصدهم في الأول، ففعلوا ونفذوا هذه الفكرة، صوروا صور الصالحين ونصبوها على مجالسهم، ولم تعبد في أول الأمر، حتى انقرض الجيل الأول الذي صور هذه الصور انقرض، وفقد العلم، جاء جيل متأخر بعد هؤلاء جهال ليس عندهم علم، لأن العلماء قد انقرضوا وماتوا. فجاء الشيطان إلى هذا الجيل المتأخر الجاهل وقال لهم: إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها، وبها كانوا يسقون المطر. هكذا جاء الشيطان مرة ثانية إلى بني آدم
وزين لهم عبادة هذه الصور ورغبهم فيها، وقال إن التقرب إليها وعبادتها تحصل لكم الأرزاق وتدر لكم المطر. وكانوا قوما جهالا لا يعرفون التوحيد، وليس هناك علماء ينهونهم، فقبلوا هذه الفكرة الشيطانية وصاروا يتقربون إلى هذه الصور واعتبروها آلهة يعبدونها. فحينئذ حدث الشرك في الأرض، حدث الشرك في الأرض، وكان سببه التصوير، وكان سببه أيضا الغلو في الصالحين. فعند ذلك لما حدث الشرك في الأرض بعث الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام إلى هؤلاء القوم يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل. لما انحرفوا عن الفطرة وغيروا دين آدم عليه الصلاة والسلام الذي هو دين التوحيد إلى دين الشرك، جاء أرسل الله إليهم نبيه ورسوله نوحا عليه الصلاة والسلام، وهو أول الرسل كما قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فنوح عليه السلام هو أول الرسل، وسبب رسالته وبعثته هو أن الشرك حدث في الأرض بسبب الغلو في الصالحين، فدعاهم إلى توحيد الله وامتنعوا من الإجابة، امتنعوا من الاستجابة وأصروا على الشرك، لأن الشرك قد تمكن من قلوبهم. ولم يستجب لنوح عليه الصلاة والسلام إلا عدد قليل، والكثير استمروا على الشرك، ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله كما قص الله ذلك في القرآن ويحذرهم من الشرك، ولكنهم أبوا وتمردوا وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ومكروا مكرا كبارا وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. عرفنا ما المراد بهذه الأسماء وما السبب في عبادتها واتخاذها آلهة من دون الله، أن هذا كله بسبب الشيطان وإغوائه لبني آدم. فعند ذلك أوحى الله إلى نوح عليه السلام أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وأمره الله بصناعة السفينة، فصنعها بأمر الله عز وجل، ثم أمره الله أن يحمل فيها المؤمنين وكانوا قليلا، ويحمل فيها من كل زوجين اثنين، ثم إن الله سبحانه وتعالى أهلكهم بالطوفان الذي هو الماء الذي عم وجه الأرض وغطى الجبال، والتقى ماء السماء وماء الأرض الأمطار التي سخر الله عليهم الأمطار من السماء والعيون من الأرض، فجر الله عليهم العيون من الأرض كما قص الله سبحانه وتعالى ذلك في القرآن: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ونجى الله نبيه عليه الصلاة والسلام نوحا ومن معه من المؤمنين في السفينة، وأغرق كل أهل الأرض بسبب الشرك والكفر بالله عز وجل. ثم ما زالت الرسل من بعد نوح عليه السلام تتواصل وتتتابع، كل ما
مات نبي خلفه نبي آخر يدعو إلى الله عز وجل ويدعو إلى توحيد الله عز وجل، ما زالت الرسل تأتي من عند الله. حتى جاء عهد الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله عز وجل بدعوة التوحيد والنهي عن الشرك، وكسر الأصنام بيده، وابتلي في الله عز وجل الابتلاء العظيم وصبر على ذلك، وهاجر إلى بلاد الشام وجعل بعض ذريته هناك، وجاء ببعض ذريته الآخر إلى هذا الوادي في مكة المكرمة بأمر الله عز وجل، الذين هم هاجر وإسماعيل عليه السلام جاء بهم إلى هذا الوادي، وبقية ذريته كانوا في بلاد الشام في فلسطين بيت المقدس. وما زالت الرسل أيضا بعد إبراهيم عليه السلام تأتي من ذريته، من ذرية إبراهيم، كل الرسل الذين جاءوا بعد إبراهيم فإنهم من ذرية إبراهيم عليه السلام، كما قال جل وعلا: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فالرسل الذين جاءوا بعد إبراهيم كلهم يدعون إلى التوحيد، وكلهم من ذرية إبراهيم عليه السلام، من ذرية إسحاق ابن إبراهيم، إلا محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم. وما زال الناس على التوحيد، ملة إبراهيم عليه السلام ما زالت منتشرة في هذه البلاد، في بلاد العرب، كانوا على دين أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل، كان فيهم التوحيد والعبادة لله عز وجل، إلى أن حدث الشرك في بلاد العرب وغير دين إبراهيم من التوحيد إلى الشرك، وذلك بسبب أن زعيما من زعماء بلاد العرب وخصوصا في هذه البلاد يقال له عمرو بن لحي الخزاعي، كان زعيما في هذه البلاد في بلاد الحجاز، وكانت له السيادة عليهم، وكان مشهورا بالنسك والتنسك والعبادة، ولكنه مرض ذهب إلى الشام ليتعالج هناك، فوجد في الشام الأصنام تعبد من دون الله، فدخل في نفسه شيء من الفتنة والتأثر بدين المشركين والعياذ بالله، فجلب الأصنام إلى بلاد العرب، جلبها من الشام إلى هذه البلاد لأنه استحسنها. ومن ذاك الوقت انتشر الشرك في هذه البلاد وخصوصا حول الكعبة وبلاد الحجاز، وغير دين إبراهيم على يد هذا الطاغية عمرو بن لحي الخزاعي، هو أول من غير دين إبراهيم وسيب السوائب والحوامي ونشر الشرك في جزيرة العرب، حتى إن الشرك وصل حتى إن الأصنام انتشرت على الكعبة المشرفة، فكان على الكعبة المشرفة 360 صنما، وعلى الصفا والمروة
وحتى إنه في كل بيت من بيوت العرب صنم، كل أهل بيت لهم صنم يعبدونه من دون الله. انتشر الشرك في هذه البلاد بعد أن كانت على دين إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، فعند ذلك تدارك الله سبحانه وتعالى برحمته العالم، فبعث نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم في هذه البلاد، ومن بلاد مكة ومن حول البيت العتيق بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وإمام الأنبياء، بعثه بالتوحيد والدعوة إلى الله عز وجل والدعوة إلى ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الحنيفية، ملة التوحيد. فكانت بعثته رحمة للعالمين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعا إلى ما دعت إليه الرسل من قبله، إلى توحيد الله وإلى ترك عبادة الأصنام التي انتشرت في الأرض، لأن الرسل دعوتهم واحدة من أولهم إلى آخرهم، كلهم يدعون إلى التوحيد، إلى رد الناس إلى عبادة الله التي خلقوا من أجلها، والتحذير من الشرك الذي هو سبب شقائهم وبلائهم وخسارتهم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل رسول يدعو، أول ما يدعو الناس إلى عبادة الله التي خلقهم الله من أجلها، وينهاهم عن الشرك الذي هو سبب شقائهم وبلائهم وهلاكهم في الدنيا والآخرة، من أولهم إلى آخرهم. محمد صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى توحيد الله، وبقي في مكة 13 سنة بعد البعثة يدعو الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، بمعنى أن يفردوا الله تعالى بالعبادة وأن يتركوا عبادة الأصنام. فاستجاب له من أراد الله له السعادة من السابقين الأولين إلى الإسلام، آمن به من آمن ولكنهم عدد قليل، ولكن الملأ والكثير من الناس ومن أهل مكة بالذات وغيرهم استمروا على الشرك. ولما دعاهم إلى التوحيد قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أو أنزل الذكر عليه من بيننا. فقابلوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإنكار والتكذيب والإصرار على الشرك، إلا من شاء الله له النجاة ممن أسلم وقبل الإسلام من الصحابة الذين أسلموا وصبروا وأوذوا في الله عز وجل. ثم إن الله أذن له، أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة، أذن الله لرسوله وللمسلمين بالهجرة من مكة إلى المدينة فرارا بدينهم وعقيدتهم. فهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر أصحابه إلى المدينة، وهناك تكونت دولة الإسلام، دولة التوحيد، وشرع الله الجهاد. كانت الدعوة في مكة دعوة بلا جهاد، لأن المسلمين كانوا
مستضعفين، لكن لما هاجروا إلى المدينة ووجدوا الأنصار هناك وتكونت لهم قوة وبلاد تحميهم، عند ذلك شرع الله الجهاد. وما هي إلا سنوات قليلة، ما هي إلا سنوات قليلة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم بكتائب الإسلام وجنود التوحيد في السنة الثامنة من الهجرة لفتح مكة المشرفة، فنصره الله ودخلها عليه الصلاة والسلام، وانتصر على من خالفه ودخل بلاد الله الأمين الحرام ظافرا منتصرا، حوله جنود التوحيد. كان قبل سنوات خرج منها مختفيا، ليس معه إلا صاحبه أبو بكر الصديق، وخرج مختفيا وكان المشركون يطلبونه من كل طريق. وما هي إلا ثمان سنوات حتى جاء ومعه الجيش الجرار من جنود التوحيد وكتائب الإسلام، يعلمون أنها لإبراهيم عليه السلام وإسماعيل، فأمر بماء من زمزم فغسلت وأزيلت، وهكذا طهر الله البيت العتيق على يد خاتم النبيين وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أزال الأصنام التي على الصفا والمروة والتي في مكة، ثم بعث السرايا للأصنام التي حول مكة كاللات والعزى ومنات وغيرها من الأصنام، فحطمت وكسرت، وظهر دين الله عز وجل وظهر دين التوحيد، وقمع الله الشرك وأهله، واستقرت الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما أرادها الله سبحانه وتعالى. وأعاد الله ملة إبراهيم، ملة التوحيد، على يد محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، يرسل الرسل من عهد نوح إلى خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، يدعون إلى توحيد الله عز وجل وتخليص الناس من الشرك وردهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ثم قام بالأمر لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام بالأمر بعده صحابته الكرام خلفاؤه الراشدون، فساروا في البلاد شرقا وغربا يدعون إلى التوحيد ويأمرون بعبادة الله عز وجل ويجاهدون في سبيل الله، حتى فتحوا المشارق والمغارب وأسسوا المساجد في مختلف بقاع الأرض على التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له. وانتشر دين الله عز وجل انتشارا معجزا، لولا أنه من الله سبحانه وتعالى وبتأييد من الله سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء، انتشر هذا الدين انتشار الشمس في مشارق الأرض ومغاربها، حتى بلغ ما يبلغ الليل والنهار. وتحقق قول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وما زال الناس على التوحيد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد القرون المفضلة التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم بعد القرون المفضلة دخل على الأمة شيء من الشبهات ومن الأمور المنكرة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا،
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. حدث ما تخوفه صلى الله عليه وسلم على الأمة بعد انقضاء القرون المفضلة، فجاءت الشبهات حول التوحيد، وجاءت الأمور التي كانت تأتي إلى الأمم السابقة التي كان الشيطان يدسها، كان الشيطان وجنوده يدسونها على الموحدين، فحدث الشرك في ملة الإسلام، حدث الشرك حول القبور وحول الأضرحة بدعوى أنهم أولياء لله وأنهم وسائط بين الناس وبين الله في قضاء حوائجهم وفي رفع دعواتهم إلى الله عز وجل، فصاروا يتقربون إلى الموتى وإلى القبور ويبنون الأضرحة. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، لأن البناء على القبور والغلو في الصالحين هو السبب الذي حدث به الشرك في قوم نوح ومن جاء بعدهم، وهو السبب الذي حدث به الشرك في هذه الأمة بسبب الغلو في الصالحين وبسبب البناء على القبور وبناء القباب عليها واتخاذها مساجد ومزارات ومحل الطواف والذبح القرابين ونذر النذور وغير ذلك. ولكن رحمة الله عز وجل بعباده لا تزال ولن تزال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فإن الله سبحانه وتعالى يبعث لهذه الأمة من يجدد لها دينها، كما في الحديث: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فكان المصلحون والدعاة إلى الله عز وجل، المصلحون من العلماء الذين يبعثهم الله عز وجل في كل فترة من الزمان، يبعث الله من المصلحين من الدعاة إلى الله من العلماء المحققين علماء هذه الأمة من يجدد للناس أمر هذا الدين وينهى عن هذا الشرك ويعيد للناس عقيدة التوحيد صافية نزيهة. ولا يزال والحمد لله في الأمة الخير، وفيها من يدعو إلى الله عز وجل ويبين للناس، وإن كان الشر قد كثر لكن الخير والحمد لله موجود، والدين والحمد لله موجود، والكتاب والسنة والحمد لله لا يزالان غضين طريين لمن أراد أن يرجع إليهما. فالواجب على جميع المسلمين اليوم أن يتنبهوا لهذا الأمر، وأن يعرفوا أن التوحيد هو الأساس الذي تبنى عليه جميع الأعمال، وأن الله لا يقبل الأعمال إلا من أهل التوحيد الذين أخلصوا العبادة لله عز وجل، وأن المشرك مهما عمل ومهما فعل فإن عمله مردود عليه حتى يتوب إلى الله عز وجل. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والشرك كما ذكرنا هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، سواء صرفها لصنم لتمثال أو صرفها لشجرة أو صرفها لقبر من القبور أو صرفها لجني أو لإنسي أو لولي من الأولياء أو صالح من الصالحين، فإن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملكا مقربا
ولا نبيا مرسلا ولا صالحا من الصالحين. الدين لله عز وجل، ليس لأحد فيه استحقاق، والعبادة حق لله عز وجل، ليس لأحد فيها أي استحقاق. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر، وأن يدرسوا عقيدتهم دراسة صحيحة، وأن يعرفوا العقيدة الصحيحة الصافية التي توصلهم إلى الله وإلى كرامته، وأن يحذروا مما يفسد هذه العقيدة ويكدر صفوها من الشركيات والبدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. هذا إذا كان الإنسان يريد النجاة لنفسه. أما إذا كان يريد أن يجاري الناس على ما هم عليه، وأن يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فله ما رضي لنفسه، لكن لا يسلم إلا من سلم لله قلبه وأخلص لله دينه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وأترك بقية الوقت للإجابة على ما تفضلتم به من الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يسأل يقول: عند الميقات نويت الحج مفردا، وعند وصولي إلى مكة طفت بالبيت، ولكن الآن شق علي البقاء بملابس الإحرام، فهل يجوز أن أبدل النية السابقة بنية التمتع؟ نعم، هو هذا أفضل، كونك تتحول من مفرد إلى متمتع هذا أفضل. فعليك أن تكمل العمرة، أنت الآن طفت بالبيت، فعليك أن تسعى سعي العمرة، وأن تقصر من رأسك، وبذلك تحل من إحرامك، فإذا صار يوم 8 تحرم بالحج، ويكون عليك فدية التمتع، لأن تذبح شاة أو تأخذ سبع بدنة أو سبع بقرة. وإذا كنت لا تستطيع الذبح فإنك تصوم 3 أيام في الحج، و7 إذا رجعت إلى بلادك إلى أهلك. وهذا سائل يسأل: هل يجوز أداء فريضة الحج عن والدتي التي توفيت وهي تاركة للصلاة، مع العلم أنها تركتها كسلا لا جحودا؟ الصحيح أن من ترك الصلاة متعمدا أنه يكفر ولو لم يتركها جحودا، ولو تركها كسلا وتهاونا، إذا تعمد تركها ومات على ذلك ولم يتب فإنه يكون كافرا، فلا يحج عنه ولا يدعى له، ما دامت أنها ماتت وهي تاركة للصلاة متعمدة لتركها فلا يصح الحج عنها. هذا هو الصحيح من قولي العلماء. نعم. وهذا سؤال يقول: ما حكم الشارع الحلف بغير الله؟ الحلف وهو القسم هذا لا يجوز إلا بالله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف بغير الله شرك لا يجوز بنص الحديث، فلا يجوز أن تحلف بغير الله، لا بالكعبة ولا بالرسول ولا بالولي فلان أو بأي أحد، لا تحلف إلا بالله. لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأمانة ولا بأي شيء، الحلف إنما يكون بالله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، حديثان صحيحان عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الحلف بغير الله. ومن كان حصل منه شيء من ذلك فليتوب إلى الله عز وجل ولا يعود لمثل هذا العمل. وهذا يسأل: حضرت من القاهرة في رمضان وعملت عمرة في رمضان، ومكثت بمكة
المباركة حتى الآن وأرغب الحج هذا العام إن شاء الله، هل علي هدي علما بأنني لم أعمل عمرة حتى الآن؟ ما دام أنك أديت العمرة في رمضان وبقيت في مكة ولم تؤدي عمرة بعد رمضان وتريد الحج فليس عليك هدي، لأنك تصبح مفردا، لأن العمرة التي في رمضان قبل أشهر الحج فلا تكون عمرة تمتع لأنها قبل أشهر الحج. فإذا أديت الحج في هذه السنة فإنك تكون مفردا وليس عليك هدي، لكنك لا تكون متمتعا بالعمرة الأولى لأنك خارج أشهر الحج، بل تكون مفردا. وهذا سؤال يقول: هل يعذر الجاهل بأصل الدين وهو التوحيد أم لا؟ هذا فيه تفصيل. الجاهل إذا كان في بلاد الإسلام وعند المسلمين فإنه لا يعذر بالجهل، لأنه بإمكانه أن يتعلم، بإمكانه أن يسأل، لكن هذا يدل على أنه مفرط وأنه لا يبالي بدينه، فهذا لا يعذر، لأنه بإمكانه أن يتعلم، بإمكانه أن يسأل، وهو يسمع كلام الله سبحانه وتعالى، ويسمع القرآن، ويسمع الحديث، ويسمع كلام أهل العلم، وهو بين المسلمين، هذا لا يعذر بالجهل. أما الذي ينشأ في بلاد بعيدة عن بلاد الإسلام لا يسمع شيئا عن الإسلام ولا يسمع شيء من كلام أهل العلم في بلاد منقطعة، هذا يعذر بالجهل، لأنه لم يصل إليه شيء ولا يمكنه أن يتعلم، فهذا يعذر بالجهل ويكون أمره إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الذي في بلاد المسلمين ويسمع كلام الله وكلام رسوله ويسمع كلام أهل العلم ويقرأ الكتب، أو بإمكانه إنه يسأل أهل العلم ولكنه لم يسأل، فهذا في الحقيقة هو المتساهل وليس له عذر في ذلك، فهذا لا يعذر بجهله، لأن هذا يدل على عدم مبالاته وعلى عدم اهتمامه، لا لأنه لا يجد من يعلمه، بل لأنه لا رغبة له في التعلم ولا رغبة له في السؤال، فهذا لا يعذر بالجهل. وهذا سائل يسأل من نفس السؤال مثل السؤال اللي قبله، يقول: هل يعذر المسلم بجهله إذا وقع في بعض أنواع الشرك خاصة أنه لا يوجد من يقيم عليه الحجة؟ هذا جوابه مثل جواب السؤال الأول تماما، أن هذا الذي يقع في شيء من أنواع الشرك إذا كان في بلاد الإسلام ويسمع أهل العلم ويسمع القرآن يتلى في الإذاعة، أو هو يقرأ القرآن بنفسه ويسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هو يقرأ الأحاديث، فهذا ليس بمعذور، لأنه بإمكانه أن يتعلم وبإمكانه أن يسأل، المدارس مفتوحة، الكليات مفتوحة، العلماء يجلسون في المساجد، حلق الذكر موجودة، فهذا ليس له عذر، لأن العلم موجود وبإمكانه بكل سهولة أن يسأل أهل العلم، ولكنه بقي على جهله واستمر على نوع من أنواع الشرك يقلد فيه من يرى من الناس دون أن يسأل، فهذا ليس له عذر، لأن الله أقام عليه الحجة بوجود العلماء وبوجود الكتب وبوجود الدروس وبوسائل العلم المتوفرة، فليس له عذر. إنما لو كان في بلاد بعيدة عن بلاد الإسلام لا يجد من أهل العلم أحدا ولا يدري عن شيء، هذا يمكن أنه لم تقم عليه الحجة يكون أمره إلى الله، لكن هذا نادر،
هذا نادر أو متعذر في هذا العصر، لأن العلم الآن قد انتشر ووسائل التبليغ انتشرت الآن، وسائل التبليغ عن الله ورسوله بوسائل الإعلام وبالكتب والنشرات، ووجود الدعاة الذين ينتشرون في مختلف قارات العالم. ما فيها الآن بلاد ما فيها مسلمون تقريبا، ومراكز إسلامية. فالحجة قامت الآن على العباد، وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى، بلاغ الحجة إلى أهل الأرض اليوم وانتشار الدعوة اليوم في أقطار الأرض، هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن العذر الآن إن وجد فهو قليل، والأكثر ليس لهم عذر، والحجة قائمة من الله سبحانه وتعالى على عباده. نعم.